السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتنا سيوف ودروع الإسلام. هنتكلم النهاردة عن خير خلق الله أبو القاسم. النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى العالمين الإنس والجن لنعبد الله وحده لا شريك له، وأن نؤمن بالله، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله العصمة ولم يعطها لأحد من قبله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، علمنا الدين، وأنزل الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز وهو القرآن. النبي محمد صلى الله عليه وسلم تربى في مكة وعاش بها واشتغل بالتجارة ورعي الأغنام، وتزوج من السيدة خديجة بنت خويلد، وأنجب منها أبناؤه كلهم إلا إبراهيم. نزل عليه الوحي وهو في سن 40، وعاش في مكة 3 سنوات يدعو سرا إلى أن أمره الله سبحانه وتعالى أن تكون الدعوة جهرية. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في مكة 10 سنوات، ثم ذهب إلى المدينة المنورة، وكانت في الوقت ده كان اسمها يثرب، وعاش في المدينة المنورة، ومات صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. والآن النهاردة بقى خلينا نتكلم في شوية تفاصيل تخص مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى خرج أبوه عبد الله إلى رحلته إلى الشام، وزي ما احنا عارفين طبعا قريش كانت بتعمل رحلتين، رحلة الصيف ورحلة الشتاء. خرج أبوه في رحلة الشام، وهو في طريقه إلى المدينة المنورة مرض وتوفى، ودفن هناك في دار النابغة. ودار النابغة هو رجل من بني عدي ابن النجار، تاركا خلفه 5 من الإبل وناقة وجارية حبشية اسمها بركة، وبركة دي كان لها كنية اسمها أم أيمن، وأم أيمن دي اللي اتجوزت الصحابي الجليل زيد ابن حارثة، وأنجب منها سيدنا أسامة بن زيد، وهنتكلم في الأحداث ديت إن شاء الله مع بعض. توفى أبوه صلى الله عليه وسلم، وكانت السيدة آمنة حامل فيه، وما أن شعرت بالحمل حتى سمعت هاتف ينادي لها ويقول لها لقد حملت بسيد هذه الأمة، فإن وقع على الأرض فقولي له عفوا أعيذه بالواحد من كل شر حاسد. وكانت من عادات قريش أنها دائما كانت تؤتي بالمرضعات لأبنائها، دي عادة كانت دائما موجودة في قريش. ولكن بعد أن وضعت السيدة آمنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت أم أيمن إلى جده عبد المطلب وأخبرته أن مولود ولده ذكر، فرح به عبد المطلب وأخذه إلى الكعبة وقال إن لابني هذا شأن. النبي صلى الله عليه وسلم، إن لابني هذا شأن. النبي صلى الله عليه وسلم كان طفلا رضيعا، أرضعته سويبة. مين هي سويبة؟ سويبة كانت امرأة عبدة عند أبو لهب، وأعتقها أبو لهب، وكانت أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه بأسبوع. وقالت أيضا أن كان عندها ولد اسمه مسروح، وإنها أيضا أرضعت حمزة رضي الله عنه وأرضاه وأبا سلمة المخزومي، حتى جاءت المرضعات
وانهم كانوا من عادات قريش ان المرضعات بيجوا ياخدوا ابناء قريش يرضعوا. وفي هنا روايتين. الروايه الاولانيه بتقول ان المرضعات اول ما قوم كان جده عبد المطلب موجود. جده عبد المطلب موجود وكل المرضعات، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذ من اي مرضع الا انه اخذ من السيده حليمه السعديه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، فكان هو يتيم، فقالوا ماذا نفعل بأمي؟ هنعمل بأمي؟ فكل واحدة خدت الطفل إلا حليمة السعدية بقيت. وفي رواية بتقول والله ما وجدت غيره، يعني خلاص ما فيش غيره، هي هتاخده، رضيت بيه. فرجعت لزوجها الحارث بن عبد العزة وقالت له والله لا يوجد غير هذا الغلام فسأخذه، أنا هاخده، مش هترجع من غير حاجة. وافق جوزها وخدت النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت بيه لديار بني سعد. وديار بني سعد كانت بتتميز باللغة العربية الفصحى، وأيضا الصحراء كانت بتساعد على بناء الطفل وهو رضيع، تساعد على بنائه وبناء أفكاره، فكان المكان ده كان المكان الأمثل للأطفال إن هم يتربوا هناك. أخذ السيدة حليمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، وفي أول ليلة أنزل الله سبحانه وتعالى اللبن في ثديها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرضعت ابنها، ثم ذهبت إلى الناقة التي كانت عندهم، كان عندهم جمل يعني ناقة، وجدت أن ضرعها مليء باللبن، فحلبت الضرع وشربت منه وارتوت هي وزوجها، وقال لها زوجها والله إنك قد أخذت نسمة مباركة، أي هذا الطفل، وهم لم يدركوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيد هذه البشرية. كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده سنة، وسمعت منه حليمة أنه يقول يا قدوس يا قدوس، النبي صلى الله عليه وسلم عنده سنة ويقول يا قدوس يا قدوس يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. سمعت حليمة الكلام ده واستغربت، قالت أنه طفل، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سنة، ولكن كان من يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنه عنده أربعة أعوام، أربع سنين، وإنها كانت ترى في النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تراه في أي طفل آخر. والأطفال كانوا بيلعبوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هم أطفال صغيرين. نزل سيدنا جبريل، وهنا كانت حادثة شق الصدر، فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه وغسله في طست من ذهب وغسله بماء زمزم، وفتح قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منه علقة، وقال له هذا حظ الشيطان منك، حتى أعاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه مرة أخرى. فذهب الطفل وقال لها إن أخي القرشي قد قتل، فخرجت حليمة تجري إليه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وجهه غير الوجه الذي تعرفه، يعني لون وشه متغير، فقالت له ما حدث، ايه اللي حصل؟ فقال لها ان في رجلين جم، واحد فيهم وضعه على صخرة واخرج قلبه، ان حتى ان انس بن مالك رضي الله عنه كان يقول انه كان يرى اثر المخيط على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دعونا نرجع الى حليمة السعدية مرة اخرى. حليمة السعدية كانت تمتلك من الابل والأغنام ليس بالكثير، ما عندهاش كثير، ولكن لبركة النبي صلى الله عليه وسلم أنا كانت تخرج إبلها وغنمها، فكانت تخرج يعني تخرج جعانة، وكانت ترجع ضروعها مليئة باللبن، حتى أن نساء بني سعد كانوا يقولون ارعوا الأغنام جنب أغنام حليمة، لدرجة الخير اللي حليمة السعدية كانت عايشة فيه.
في وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندها ثلاث أولاد، عبد الله وأنيسة وحذافة. وحذافة دي بقى كان لقبها الشيماء، قال احنا الفيلم العربي اللي احنا كلنا عارفينه الشيماء. وكانت الشيماء تحب النبي صلى الله عليه وسلم كحب أخيها، لأنها كانت ترضع من أم السيدة حليمة، وكانت تحضنه، يعني كانت بتحضنه كده وصاير. حتى أن حليمة رأت ما رأت من البركة في النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى أمه السيدة حليمة السيدة آمنة، وقالت له أن تتركه عندها، لأن كان في الوقت ده كان في وباء في مكة المكرمة، فخافت عليه، فقالت لهم إن هي هتسيب الطفل ده موجود عندهم فترة، فوافقت السيدة آمنة. وفي طول فترة الرضاعة كانت السيدة حليمة تاخد النبي صلى الله عليه وسلم وتروح بيه للسيدة آمنة تشوفه وترجع مرة تانية. فحينما كبر النبي صلى الله عليه وسلم في سن 4 سنوات وحدث له حادثة شق الصدر، خافت السيدة حليمة، خافت وقالت إيه اللي لازم ترجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة آمنة استغربت، ازاي انت كنت عايزاه يقعد عندك، فازاي انت دلوقتي جايبه لي؟ فقالت لها يا حليمه قولي ولا تخافي. فقالت لها ان حصل النبي صلى الله عليه وسلم حادثه شق الصدر. فقالت لها يا حليمه لقد حملت به، ومنذ ان شعرت به لم اجد، ما لقيتش وجع كالحوامل ولا وحم، لا وجع ولا وحم، فعرفت انه صبي ذو شأن. حتى ان من تولت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشفاء بنت الشفاء ام عبد الرحمن، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. تولت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب. وفي كمان عفوا ام عثمان بن ابي العاص قالت تقول لقد كنت موجوده حينما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورايت البيت كله نور، ونظرت الى السماء ونظرت الى السماء فوجدت النجوم انها تدنو حتى ظننت انها ستقع علي. ده من جمال النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة أمينة تقول أنها حينما وضعت النبي صلى الله عليه وسلم رأت نور أضاء لها حتى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم البركة المباركة. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وبعد انتقل إلى مكة ماتت أمه بعده بعامين. عملتني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات وتوفت أمه السيدة أمينة، وبعد كده توفى جده عبد المطلب. وجد عبد المطلب اختار له عمه أبا طالب. أبا طالب فعل الكثير والكثير والكثير للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أخف عذاب هو عذاب أبو طالب لما فعله للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى أنه أراد أن يسلم، ولكن نزلت الآية الشريفة على النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن صغير في رعي الأغنام، حتى قال ما من نبي بعث إلا ورعي الأغنام. فسأل الصحابة حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعى الأغنام على قراريط، والقراريط هي أجزاء من الدراهم والدنانير. وكبر النبي واشتغل بالتجارة، وأول ما ذهب إلى الشام، فوجده راهب نصراني اسمه بحيري أو بحيري. بحيري ده أول ما شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسنه صغير، قال لعمه والله لو علمت اليهود ما أعلمه من ابن أخيك هذا لقتلته، فارجع به فإني أرى في ابن أخيك ما كتب عندنا في الكتب وما تورثنا عنه من آبائنا وأجدادنا. كلام
قامت وخدوا أبو طالب فعلا ورجع بيه. كبر النبي صلى الله عليه وسلم ومارس التجارة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق عليه، أهل مكة أطلقوا عليه أنه الصادق الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يودعون عنده أمانتهم، وبعد أن يودعون أمانتهم كانوا يأخذونه من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فهم أطلقوا عليه الصادق الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط، وكان يتعبد في غار حراء، حتى أن السيدة خديجة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الزواج. ولكن النبي قبل الزواج في حاجة تانية، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بتجارة السيدة خديجة إلى الشام. وبعد أن ذهب بتجارة السيدة خديجة إلى الشام، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بجوار صومعة راهب. الراهب ده اسمه نسطور. نظر نسطور إلى ميسرة. مين ميسرة؟ كان غلام عبد عند السيدة خديجة، وقالت له إنه يروح مع سيدنا النبي ويشوف سيدنا النبي بيعمل إيه، وهو هيروح يقول لها كل حاجة. فنظر إليه وقال له: والله ما يجلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. نظر بيه ميسرة وسكت. وبعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم تجارته ورجع إلى السيدة خديجة، وجدت أنها قد كسبت ضعف ما كانت تكسب، فعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم من أمانته وصدقه، فأرادت أن تتزوج منه، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافق النبي. فذهب إلى أعمامه وقال أن حمزة رضي الله عنه ذهب معه وخطبها من عمرو بن أسد. عمرو بن أسد خطبها، سيدنا حمزة خطب السيدة خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم، خطب السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأتم الزواج، وأنجب منها النبي صلى الله عليه وسلم أبناءه جميعا إلا إبراهيم، لم ينجبه من السيدة خديجة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، كان لا يفعل ما يفعله أهل مكة، ولم يسجد لصنم قط، كان يعبد الله سبحانه وتعالى في غار حراء. وغار حراء موجود في جبل اسمه جبل النور، وكان يبعد عن مكة ميلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه وحده، وظل يتعبد فيه حتى وصل إلى سن 40 عاما. وهنا نزل سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اقرأ. فقال له: ما أنا بقارئ. فقال له: اقرأ. فقال له: ما أنا بقارئ. فقال له: اقرأ للمرة الثالثة. فقال له: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى بيت السيدة خديجة، وذهب إلى السيدة خديجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، وقص على السيدة خديجة ما حدث. السيدة خديجة أرسلت إلى مين؟ ورقة ابن نوفل. نعم، ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل اللي كان مع زيد ابن عمرو ابن نوفيل، كانوا من يبحثون عن الدين الصحيح. ورقة بن نوفل حينما ذهبت أرسلت له خديجة فجاء، كان في الوقت ده ورقة ابن نوفل كان أعمى، ولكنه كان على دين المسيحية، فحينما ذهبت إليه وأرسلت له جاء فقالت: يا ابن العم، انظر إلى ابن أخيك. فقال له: ما حدث؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حدث قاله له أنه جبريل، وأنه جاءه رجل وقال له اقرأ، قال له: إنه الناموس الأعظم الذي كلم موسى.
أنه الناموس الأعظم الذي كلم موسى وإنك نبي هذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا على أشرف الخلق، إنك نبي هذه الأمة وإن طال بي العمر، يعني لو فضلت موجود لأنصرنك نصرا موزعا، أنا هنصرك، وإن القوم وإن ما جئت به إنك لمخرج من مكة، أنا هخرج من مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيخرجوني من مكة؟ قال: نعم، فوالله ما جاء أحد بما جئت به إلا وأخرجوه من مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بحب الوطن صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا أخبر ورقة بن نوفل بأن هذا هو ما سيحدث معه، ولكن توفى ورقة بن نوفل بعد أشهر قليلة مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بكون خلصت حلقتنا، واستنوني الحلقة الجاية عشان هنكمل الأحداث السيرة كلها. وما تنساش لو عجبتك الحلقة تشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.